فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي ما ورد في الحديث أن الشؤم في ثلاثة مع ما ورد من النهي عن الشؤم. نعم، بينهم فرق. الشؤم في ثلاثة، هذه خلقت كذا، فيها شر، خلقت شريرة، الإنسان يتجنب الأشياء الشريرة. وأما التشاؤم هذا اعتقاد في النفس، هذا اعتقاد من الإنسان ومن الشيطان، يتجنب هذا. بدل التشاؤم يتفاءل، فاءل، الفاءل طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل، لأنه الفاءل حسن ظن بالله عز وجل، وأما التشاؤم فهو سوء ظن بالله عز وجل، يتجنب التشاؤم ويلزم التفاؤل. نعم.